صرت أعرف سوق مظبوط للبرودكت تبعي، وكمان بالمعارض صرت أعرف أحكي الأشخاص اللي بيتقربوا على ستيل تبعي، صار عندي الثقة الكافية إنه أعرض هذا البرودكت وأقنعهم فيه لحتى يشتروه. From all the experiences around the world, that a country's long-term stability and development is very much affected about gender equality and managing to get women involved, economically empowered and involved in the work sectors. It's not just a matter of economic opportunity. At the heart of gender equality is social justice. كثير مهم اليوم تمكين المرأة الاقتصادي، لأنه مهم كثير إنه تشارك بكل مجالات الحياة المهنية، يكون عندها فرص تلعب دور قيادي ودور بصنع القرار. الاستقلالية الاقتصادية، أو إذا بدنا نقول الدور الاقتصادي، أنا بعتقد كثير مهم، وبلشنا نشوف بالبورد تبع شركات كثير نساء. كنا أكيدين إنه ضروري نتعاطى مع القطاع الخاص، مع المجتمع المدني، ومع الشباب والشابات والسيدات اللي اشتغلوا لسنين طويلة قبل ما نحن نوصل لهون، لأن أكيد من خبراتهم هن بيقدروا يقولوا لنا نحن كيف ممكن نوضع هالاستراتيجية وهالأكشن بلان ونشتغل عليه ونوصل. نشتغل على قانون الضمان الاجتماعي. قانون الضمان الاجتماعي يعتبر الرجل هو رب الأسرة. قانون الضمان الاجتماعي، أنا عندي موظفة بشركتي وموظف بنفس الوقت، نفس التقديمات للضمان، هي ما بتستفيد لزوجها إلا فوق الستين أو إذا عنده إعاقة، بينما هو بيستفيد لزوجته إذا لا تعمل. أهمية مشروع دولة إنه أخذ الموضوع بالنسبة للمرأة من جوانب عديدة وكان متكامل فعلا، وخاصة قائم الرؤية الجديدة تبعيته على مفهومين وردوا هنفهم، وهو تعزيز الثقة والدمج. كمان صحفيين كيف فعلا خلال التدريب قدروا يحسنوا بكتاباتهم ويكونوا فعلا متحسسين لتغطية جندرية. في بعض المصطلحات يمكن ما فينا نستخدمها، في بعض المصطلحات هي نحن ما نكون واعيين انه هي خارج عن الاطار الحقوقي، عم نحكي تحديدا بحقوق الانسان وتحديدا بحقوق المرأة.